وللحديث أكثر عن تداعيات الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وموقف المجتمع الدولي من مساعدة المتضررين في الشمال السوري، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري وليد قدو. حياكم الله أستاذ وليد. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، حياك الله. حياكم الله أستاذ وليد. يعني عدد القتلى في سوريا إثر هذا الزلزال وصل إلى 6,000. يعني كيف ترى جهود الإنقاذ في الشمال السوري بداية؟ شكرا على الاستضافة. يوم 6 شباط نعتبره اليوم الأسود في حق الشعب السوري في هذه الحقبة التي نعيشها. نعم، هو يوم أسود في حقهم لتضافر وتعاقب المصائب التي أصابتهم. أولا مصائب قصف طيران الأسد ومن معه من أسلحة دمار شامل يملكها روسيا وإيران، وباتت تدك حصونهم وبيوتهم وقلاعهم لمدة 10 سنوات، ثم جاء بعد ذلك الزلزال وهو أمر من رب العالمين لا اعتراض على حكم الله. ولكن ما نتج عن هذا الزلزال هو تقصير المجتمع الدولي والمتعمد صح التعبير، نعم، ومنع وصول المساعدات. فهذا الذي حدث في 6 شباط يعني يحدث في كل العالم زلزال، ولكن المجتمع الدولي كله يتضافر مع بعضه البعض ويمد يده ويد المساعدة للجميع، لأنه هذه من الكوارث الطبيعية التي تحدث في كل مكان. أما أن يترك الشعب السوري بهذا الشكل وأن تغلق كما سيأتي عليه الحديث، تغلق المعابر دون وصول المساعدات الدولية، فهذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه ولا يمكن أن نتفهمه. يعني هناك محاولات فعلية لجمع تبرعات، الأمم المتحدة وجهت نداء طارئ للمجتمع الدولي لجمع ما يقارب 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا. يعني هل تعتقد في حال طبعا جمع هذا المبلغ، هل تعتقد أنه سيصل فعلا إلى المحتاجين في سوريا في ظل إصرار الأمم المتحدة على التعامل مع النظام وإيصال هذه المساعدات عن طريق النظام؟ يا سيدي، أولا دعني أعلق على كلمة 400 مليون دولار، هذا رقم خجول لا 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 يعني لا يذكر في ظل المساعدات بالمليارات التي تقدم أو الأموال التي تهدر من أجل مباريات رياضية أو كأس العالم وما شابه. 400 مليون دولار تقدم أحيانا يعني كدعم لبناء حديقة حيوان أجلكم الله، ومع ذلك هذه 400 مليون دولار قد تكون بمثابة كما يسمى البحصة التي تسند الجرة، يعني قد يقتات منها الناس ويستفيدون منها، ومع ذلك لا يسمحون بالوصول إليها. هذه المعابر التي موجودة على حدود النظام الأسدي، لو أراد فعلا أن يوصل وأن يترك العالم ودول العالم التي عندها ضمير، والبعض يعني عنده ضمير وتحرك الضمير خاصة الضمير الشعبي، الحكومات قد تأتمر بأوامر معينة تعرفونها، ولكن الشعوب كلها تتضامن مع بعضها البعض، مسلميها مع مسيحيها، نعم، لو سمحوا للعالم أن يتضامن معهم ويفتحوا المعابر لكان يعني نصف مصيبة كما يقال. أما ألا تمنع أن تمنع المساعدات تصل إلى الشعب المنكوب وألا تمد يد المساعدة، يعني الحكومة التركية مشكورة تقدم لشعبها ما تستطيع وقدمت المليارات والتعويضات وبناء المساكن من هون إلى سنة قادمة، الحكومة السورية المجرمة لم تقدم شيئا ومنعت الناس كما يقال في المثل لا ترحمني ولا تترك أحدا ولا تترك رحمة الله تنزل علي. فبالتالي هذا حتى الأمم المتحدة يعني المفروض أن تتخذ إجراءات صارمة، يعني لو أرادت أمريكا أو الأمم المتحدة التي تعمل بأمر أمريكا وروسيا وغيرها من الدول الفاعلة في المنطقة، لو أرادوا أن يوصلوا مساعدات لأنزلوها بالطائرات. طيب إذا كما فعلوا نعم. في بعض مناطق العالم. ولكن أستاذ وليد، إذا أردنا هنا التحدث عن موقف النظام، ما الذي يحاول النظام فعله من خلال منع هذه المساعدات؟ هل يعني يريد ابتزاز الأمم المتحدة أم ماذا؟ يا سيدي، هو يريد أن يكمل خنق الشعب السوري الذي ثار ضده أولا. فبما أن هذه الجائحة التي نزلت وهذه المصيبة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى أراد أن يستثمرها لكي يقول الناس، هذا أمر طبيعي، حتى أنه ضحك وكذب على المجتمع الدولي وعلى إحدى البعثات وأظنها البعث الجزائري لما جاءوا بمساعدات،
فذهب بهم إلى ما إلى أماكن في حلب التي دمرتها طائراته ودباباته ودبابات طائرات الجيوش التي تسانده، لكي يقول لهذه البعثة أن هذا بسبب الزلزال. هل رأيت يعني حكومة تكذب على العالم وعلى شعبها كهذه الحكومة؟ أراهم ما قد دمره بيده على رأس شعبه بالقنابل والصواريخ، وزعم أن هذا بسبب الزلزال حتى يسرق المساعدات التي جاءت بها البعثة الجزائرية. هو يريد أن يخنق الشعب وأن يستغل ما يحدث، ومن باب يعني أنها يعني نازلة من الله. نعم. وهذا أمر ليس بيدي، ولكن ليس بيدك إمكانك أن تفتح الأبواب المعابر. لماذا طيب النظام معبرين؟ نعم النظام هنا يعني أتحدث عن فتح هذين المعبرين، لماذا فتح هذين المعبرين في هذا التوقيت بعد جلسة مجلس الأمن؟ يا سيدي، هو يعني بعد مرور 10 أيام يعني الناس يعني ماتت تحت الردم وتحت الأنقاض، يعني جاء هذا الفتح متأخرا، والذي لم يمت بالهدم مات بالبرد أو من الجوع. فبالتالي حتى لما يفتح هذه المعابر هو الآن يخطط، وأنا متأكد مما أقول، الآن يخطط كيف يسرق هذه المساعدات التي ستدخل من المعبرين التي فتحهما. يعني هو من باب على عينك يا تاجر، من باب انه رضخ الإرادة الدولية، ولكنه يكذب ويلف ويدور وسيسرق هذه المساعدات، يعني يبرر يعني عدم إيصالها قد غدا يفتعل حادثة ويقول ان المسلحين او الإرهابيين قد سرقوا او اخذوا، من اجل ان يبرر سرقه هذه المساعدات او ان يغلق المعابر مره اخرى، والعياذ بالله من نعم. هذه التصرفات الشيطانيه. نعم، اذا كنت ضيفنا عبر تطبيق زوم من اسطنبول المتخصص في الشان السوري وليد قدو، شكرا جزيلا لك.